بل أقول أكثر، أموالنا ليست أموالنا ولكن أموال الرب، نحن ندفع من أموال الرب، ولذلك تزيد البركة وتزداد. ولكن أنا بشجعكم يا إخوة، مد إيديكم شركاء خدمة، شركاء. إن لم تتمكن أن تقوم بالرسالة بشخصك، ولكن شارك في خدمة قناة الآرامية، إن الخدمة لكل العالم. لما هنا كان حمية دخل طلب من الإخوة أن يشاركوا معه كيما يقيم أسوار أورشليم مرة أخرى، نقيم أسوار الآرامية ونقف مع الآرامية في خدمتها، لأنها تغزو العالم. أنا عصرت خطوة خطوة، ومش دخل ببهيمة، دخل بكاميرا باسم، لكن كان عنده رؤية، رؤية بعيدة. وأنا أحيي الأخ باسم لأنه صديق عزيز ليا، وقام بهذا العمل من خلال رؤية، والرب بارك رؤيته وبركة عظيمة. أنا شايف تقنية رهيبة جميلة للقناة، وشايف بعد بعيد وأفق كبيرة، ولكن أنا أشجع هذه القناة من كل قلبي. أعطي بسخاء، لأنك أنت لا تعطي من جيبك ولكن تعطي من جيب الله. أعطي ولا تبخل، أعطي بفكرك، بمجهودك، بصلواتك، بأموالك. إن هذه الأموال، أنا مش عايز أقول لك إن أنت مديون أساسا، يعني هو أنت هتطلع ده إحنا كلنا مديونين يا جماعة، مديونين بمبالغ يعني، أو إيه، مديونين بحياتنا، مديونين بالسما اللي هنروحها، بوعد الله الرائع لينا. مهما كنا خطاة وتعبانين وهنخطأ أخطاء، ولكنه يرفعنا إلى فوق، إلى السماء، بمحبته وغفرانه العظيم. كل غفران يقدمه لنا ونحن خطاة، نحن مديونين، مش ماديا ولكن روحيا، وبالصلوات وبالأموال. أموال إيه دي اللي بنتكلم عليها؟ انسوا حكاية الفلوس، قدموا الفلوس والدعم للقناة كي ما تستمر في عملها الرائع، وادفعوا بسخاء، ان الرب يوعدكم بالسخاء عند العطاء. كورنثوس، كنيسة كورنثوس، ابتدى في كورنثوس الاولى يديها على دماغها، بعد كده تعادلوا في بقوا يعطون. النهارده كورنثوس بتعطي الاخوه القادمين، فانتوا مكان الكنيسه، ككنيسه قدموا عطاياكم، قدموا الخمس خبزات والسمكتين، قدموا على ما تستطيعوا، والرب يكمل. ولكن اعطوا من قلوبكم وبمحبة فائقة لهذه القناة كي ما تتقدم، والمعطي المسرور يحبه الرب. اعطي بسرور، قدم تقدمتك فداء المسيح. ما بقناش لا بنشتري خرفان ولا بهايم نتبعها، فكانوا اليهود زمان يكلفون ويحوشون فلوس عشان يقدموا التقدمة الذبيحة، ولكن جاء المسيح بذبيحة كاملة لأجل حياتنا ومن أجل غفراننا، وقدم هذا الذبيحة. أليس هذا دين؟ نحن كل سنة كنا مفروض نقدم ذبيحة، الذبيحة موجودة، ادفعوا ثمن الذبيحة أمام الله، لأنكم بذلك تقدمون وتساعدون الإرسالية لكي تنتشر كل العالم، لكي تحمي العالم من كل أخطائه. إن كنا نعمل في السياسة، فالصلاة والخدمة هي التي ستحمينا. إن كنا خائفون من الأسعار والغلو والحاجات دي كلها، خدمة الرب هي اللي تحمينا. فقوموا بهذه الخدمة، قدموا من أموالكم، قدموا من أنفسكم، قدموا خدماتكم، وتقدموا وتكونوا مقدمين، فالرب يعودكم كل خير. أشكرك يا أختي نوال. شكرا أخ زوني. أنا بس عايز أعبر بشكري للرب أولا، قد إيه امتياز إن إحنا بنلاقي إخوة خدام بيقفوا، ربنا أعطيهم نفس الفكر والذات والعيون المفتوحة للرؤية وللإرسالية في أي مكان بيقدموا بيه. الحقيقة أنا عجزة عن أن أنا أقدم شكر للرب من أجل إخواتي الخدام الموجودين معايا، وأنا عارفة قد إيه وقتهم ضيق جدا جدا، وكل واحد عنده خدمة في مكان ما، لكن هم موجودين معانا وكل قلوبهم بيشجعوا وبيقفوا معانا. بنحس أنه الله بيبعت لنا كأس ميه بارد، ان احنا ان هم لان هم مرويين، والمروي يروي ايضا. فمن من الارتواء اللي هم بياخدوه من الرب احنا بنرتوي بمحبتهم وبتشجيعهم. انا عايزه اخد بس وقت مع الاخ ايفان. الاخ ايفان هو اشكر الرب من اجله، هو
في القسم الفني وفي بيشتغل في البلاي ليست والتقنيات وتقنيات كتيرة. وأنا هدي دلوقتي الوقت إنه يدينا فرصة بس عن الامتداد لخدمة الأرامية، خصوصا من خلال يعني التقنيات الجديدة الموجودة زي كلمة الرب بتوصل وكم لغة وبتوصل فين، وإزاي اتبنى العمل ده من خلال أكتر من ويب سايت لشبكة البث الآرامي. وحناخد فكرة كمان على أمور تانية هو هيشاركنا بها. أهلا بيك أخ إيفان، وأنا أبعت لكم كتب مقدسة أبعتها لحضراتكم. أنا بالضبط أنا سمعت من حضرتك بتقولي هتبعت لنا أحدث كتب مقدسة بأحدث قد. الصوت مقطوع آخر، يمكن أنت you are muted أخ زهني. doing good. أنا سمعني كده كويس؟ أنا كده سمعك أوكي. خمس كتب من الكتب المقدسة فان دايك بأعلى تقنية بالحفر مكان الأصفار، هبعته خمس كتب لكم على الأرامية في ظرف 5-6 أيام، قدموهم للناس المحتاجين أو الناس اللي يتبرعوا بمبالغ كويسة. شكرا جزيلا، ربنا يباركك للتقدمة دي، وده فعلا دي كلمة الرب اللي احنا فعلا بنكرس بيها. بس عنوان القناة وانا هبعت لك عنوان القناة بالتأكيد. شكرا جزيلا، العنوان اللي هترسل عليه دايما. بس سوري الصوت بيقطع تاني اخ زهني، انا هنسحب بس لان عندي لازم اكون